يعني انت اتفضل. جاي لازق اللي لازم تكلميني لازم تكلميني. المهم معلش انت رجال متزوج، انا ايش لي فيك اصلا؟ حتى لعبه هبل ما راح، يعني ما في مجال انك انت متزوج رجال متزوج. لو اني حقي ما سويت الحركه هذه. ماني مكلمتك، بعطيك حظر. من انت عشان اعطيك حظر؟ وين يا شيخ يقول لي قاعد يقول لي قاعد يقول لي انا بتزوجك باكي بتزوجك. قلت له انا واحده صايعه ضايعه داشره بيقوم ختمته. قال عادي تعقلين على يديني. استغفر الله. ارحب يا كفال منور. نعم. وعليكم السلام. صباح النور. ارحب بملايين النور. طيب وش اعطيتي العلم؟ تمام يا كفالي. وطيب وبعدين ظلي لحظه. حضرته من حسناب، حضرته من البيكا، طردته من العائله من عندي، فصار يسوي البلبل الجديده هذه. فهمت؟ عادي بس بسيطه يا شيخ. لا شفتي لو انك ما يعني موجود عندك للحين سوي له قرصه اذن، بس قرصة بسيطة جدا جدا جدا. بس يا اخي سر الدب كيف حاله وطن اكبر من كذا؟ كيف البيبي؟ لا انا ما احب احد كذا يستقبل على البنات، ولا احب احد يدس على البنات طرف. ارحبي بريان، عليكم السلام. ارحبي، وخاصه لما تكون احد عزيز على قلبي. على بركه الله نسينا. اللهم صل على النبي، صل على النبي يا جماعه، قولوا لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. اي والله يا احمد والله العظيم، يعني تخيل يجي لاحقها خلاص هي بالعافيه. طيب وطن، هو يجيك زاير ولا لا؟ يجي عنده 100 حساب يا بنت الناس، كل شوي بحساب، كل شوي بحساب، كل شوي فاضي ما عنده شغله، شكله عنده ارقام واجد. اللهم صل على النبي، صل على النبي. سيبك منه الحين، انت طمنيني عن كيف البيجو معك. والله تمام. لا التارجت على قولتك يرقص شرقي. والله العظيم اني اعزك يا شيخه يا حبيبتي، اجلس ببثك واتكي يا لبا واشوف الوجه السمح يا حبيب. تسلمي لي والله، شعور متبادل بيني وبينك طبيعي. خلينا نحب بعض ونحذف البيجو. يلا المشكله خلينا نقفل تارجت وبعدين نحب بعض، لاني بادي انا بالتارجت. وطن لبا يمينك يا وطن، ما تقصرين حبيبتي. والله انه قليل بس مفطي فاضي ماليا، لكن الولد مش موظف. مع التطورات تخيلي جاء عند بيت أهل البنت وكلم عمه، قال لعمه صباح الخير إذا أجبروني على الزواج ترى أنا بتزوج بنتك أسبوع وبعدين بطلقها. أنا ما أبغى بنتك. يا خسارة الصبر، يا خسارة الصبر والله. يا 5 سنين تخيلي، أقسم بالله اليوم تجي عندي منهارة تقول لي أنا ما همني ولا فرق معي الآدمي ولا أني زعلانة عليه، بالعكس أنا مبسوطة، أنا بسوي بارتي إنه ترك. لكن اللي مزعلني ليش 5 سنين؟ ليش تتكلم بعد 5 سنين؟ يعني يا كثر الناس الكفو اللي احنا رديناهم عشان 5 سنين. هذه غلطة أبوها وعمها، ما لها ذنب، هي المرة مجبورة، عرفتي؟ مجبورة تتحمل كلام أبوها، ما تبغى تزعل لا أبوها ولا عمها، فاضطرت إني أنا أنتظر 5 سنوات. عزيز أقسم بالله أنا صاحبتي، يعني أعرف القصة وشايفة وأمانة جت البنت منهارة تقول أنا ما قهرني إلا أسلوبه مع أبوي، يعني أنت لا احترمتني ولا احترمت حتى أبوي ولا شعباته وتيجي تقول ذا الكلام. يعني أصلا الجملة أني ترى أنا باخذ بنتك أسبوع بدنا أطلقها إذا أصروا علي عيب، وعيب وقد جاب بعد. لا لا يا كي، ما نبي رجال يشاركون، إحنا مستعنسين بالقسط، القسط حقي أنا ووطن. عندك شيء؟ بس يا ربي بسم الله. اللهم صل على النبي، صل على النبي يا جماعة. السلام. فلما تشوفي قصص أقسم بالله يا جماعة كنسل، ما عاد نبي نتزوج، خلوني كيس ناقل. يا حبيبتي في رجال، في رجال كفو، في رجال يساعدونك ويقفون معك يكملون حلمك. من جد كفو ناصر، في رجال زي رسيل الحين. شوفي رسيل تبحث عن شخص يكمل حلمها معه. رسيل من وصفاته تبغى واحد إشهار مو مسيار، تبغى واحد يكمل طموحها، ما تبي واحد تاخذ واحد وتقول له يلا، لانها تكمل جامعه رصيد. يا عمري حقها. اي اغلب اللي عندي يبغون مسيار يا وطن، ما يبغون اشهار، ما يبغون مسؤوليه. يجيني يقول ابغى مسيار، انا ما ابغى اشهار، فكيني. بس دقيقه برد عليك. يقول حريم هاليومين كل واحده منهم بتحب 20 شاب و20، وهالشباب اليومين ذي أحب شيء مفترسة لا ترحمها زي وقيم مدري. شوف شيء يا كيل، أول حاجة مو كل بنات هالجيل وحريم هالجيل على قولتك تحب 20، بالعكس أقسم بالله أن البنت لما تحب توفي بكل مشاعرها من الألف للياء. من جد والله العظيم، مو زي الرجال أقسم بالله أنه يحب 10 وما عنده مو فارق. المشكلة رمانة حبيبة قلبي، رمانة أكثر.
رمان القلب حقهم إلا من رحم ربي. ليش الحريم ما تبيهم بريالين؟ ليش؟ منين تبغى تتزوج أكيد؟ طيب شو مقلبك؟ دقيقة، منين تبغى تتزوج أنت أكيد؟ عربيات مثلاً؟ تبغى تتزوج عربيات؟ ها؟ ليش حريم اليوم بريالين؟ لا ليش؟ احنا ما نعمل، نقول له ما نعمل. حتى مسعيد بياخذ بنت عمه وغصبا عنه، هذا من النوع اللي مجبر على بنت عمه. هو هذه الجملة أنا قرأتها من فوق من جد. يا عبد اللطيف احنا نقول إلا من رحم ربي عشان ما نعمه. روسي دائما يا عبد اللطيف، الجميع التعميم لغة الجهلاء، تمام؟ فاحنا ما نتكلم بالتعميم بشكل اي والله يا ملاك، لا انا ولا ام سعيد ولا رسيل ولا اكتب علي، احنا نقول الاغلبيه. لا شوفي، أيوة جيل شوفي، بعض الجيل هذا، بعض منا، تمام، عليكم السلام، علي ما يبغى يتحمل مسؤوليه، ما يبغى يتحمل مسؤوليه، مو الكل، النص نقول ما يبغى يتحمل مسؤوليه. الحين انا شوفي يا وطن، اغلبهم، اغلب اللي جون هنا كلهم نسيان، ويبغون بيت عندها على فكره، يبون بيت، ما يبي يحط لها حتى البيت، ما يبي يحط لها، ما يبي يحط شيء، بس يبغى ينام ويمشي الرجال بس. لا 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 لا، هو ابدا يبغى كذا بس تسليه ويمشي من جد. لا اله الا الله، ترى الاحترام والتقدير متبادل قبل الحب والمال والدم وكل شيء، ما بيسوى التراب اللي تمشي عليه اقدامك. والله يا علي دقيقة، أنا عندي حريم كثير ما رديت الإضافة لحد غير حرمة. يا كي لا تحسس إنك آخر حبة من الرجال والناس محوري كان من جيل جد. لا هو شو يقول الحريم اليومين ما باهم بريالين يا رجل، على أساس إحنا نبغاك، على أساس إحنا ميتين متقطعين الحين، لا تكفى. وعليكم السلام. محوري كان المسؤولية راحت مع الطيبين يا أنتي. شوف شيء، ما في شيء اسمه راحت مع الطيبين، كل جيل تمام يقول عن الجيل اللي قبل اطلع من قصتي اذا تبغى تتزوج او راح الجيل الطيب. تعال يا كراش، يمكن تعال اطلع من قصتي، خلينا نشوف، خلينا نشوف لانك جاد ولا ما انت جاد. يقول عن الجيل اللي قبل، انا بنزل اسحبي. اوكي لا يا وطن، ايش دعوه تلقينهم؟ شوف اللي يقوله تعال اطلع من عيد، ما يطلع من عيد هذا، ما صدقتي صد ما يجوني. ترى يستهب مثلا يقول انا اي اي كذا، اقول له وش قبيلتك؟ اقول له قبيلي، يقول لي اقول وش قبيلتك؟ يقول لا ما اقول لك. تخيلي كيف اجي اخطب لك انا؟ انت عزيز ممكن تنكتم شوي؟ تراك طالع من خشمي يا عزيز انت. يختي جيل فاشل معدوم. لا لا لا، مو كله جيل فاشل، لا 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 لا، جيل فيه الخير والبركه. معدوم خليل، بس بقول لك حاجه، يوم انت تقول انت جيل معدوم المسؤوليه، انا من مواليد التسعين، تمام؟ تمام؟ راحت سكتت. لا لا موجودة بس ما نسمعها. لا بس اللي قاعد يقول إذا كان الرسول قال الخير ما زال في أمتي إلى قيام الساعة، تجي أنت تقول ما فينا خير؟ هاي صلاة السلام. سلام نورة، وينها؟ والله ما أدري يا عزيز، نايمة يمكن. والله يا علي تدري اللي يجوني كلهم عاطلين، تدري يجوني كلهم عاطلين يبغون يتزوجون، وكل ما سألتها يقول أنا رجل أعمال. يا أخي طيب وش وظيفتك يا رجل أعمال؟ بإيش تشتغل طيب؟ وش مكتبك؟ عقار؟ تصدير؟ إيش اللي عندك يا حبيبي؟ وش الشركات اللي عندك؟ والله أنا رجل أعمال. اللي يخشوك الثاني، تعال يا ناصر.